سيكون مركز العمل التنموي معا بالتعاون مع جمعية مجددون التنموية للتحضير لتوزيع 1000 سلة خضار طازجة ضمن مشروع السلات الغذائية، ويأتي ذلك مساهمة في التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة. نشكر الجهة المتبرعة، وكل عام وأنتم بخير، دمتم ودام عطاؤكم.